فإن الطاعة لها طعم لا يذاق باللسان إنما يذاق بالقلب. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. هذا الفضل وهذا العطاء وهذه المنة وهذه المنحة هي ثمرة كمال المحبة لله عز وجل.